مشاهدينا وين ما كنتوا بدي احييكم مع بدايه الاسبوع دائما مع الحل عنا عبر الام تي في. اكيد اتصالاتكم على 04444444 والبدايه دائما مع المعلومه. بمعلومتنا لليوم، مصلحة الوطنية لنهر الليطاني وببيان وعطفا على بيانات السابقة بخصوص تفريغ حوض أنان وما يقتضيه من توقيف المعامل يلي بتنتج على الكهرومائي، يعني عبد العال رقش وحلو، نظرا لمعاناة معامل مؤسسة كهرباء لبنان من نقص بالمحروقات من شأنه أنه يؤثر على تشغيل المعامل الحرارية بكامل طاقتها، ولتفادي النقص الحاد بالتغذية في مناطق الجنوب والبقاع الغربي فقد تقرر تأجيل توقيف معامل توليد الكهرومائية إلى يوم الخميس 4 تموز بدلاً من اليوم الاثنين، على أن يصبح برنامج التوقف الكلي لمعامل عبد العال أرقش والحلو من صباح الخميس إلى مساء السبت 6 تموز. واليوم لجنة المال والموازنة أقرت سلفة الكهرباء، وبعتقد مع إقرار السلفة كاملة بفتكر هيدا كمان شيء بيساعد أكثر إنه يصير عندنا كهرباء أكثر وما يكون تقنين مثل ما قالت معالي الوزيرة. وإن شاء الله هيدي السلفة بتكون آخر سلفة بتتعب الخزينة اللبنانية. اتصالاتكم على 04444444 باخذ أول اتصال لليوم. ألو؟ ألو؟ الو تفضل. الو اهلا مسيو تفضل. ايه عم انا الخوري متري جرداف من شرين. ايه اهلا فيك. اهلا فيكي. بدي اقول لك شغله، انه انت بتعرفي على طريق بس كنت ايه من زغرين لبتغرين لطلوع هالزفت. مزبوط. قالوا انه مرت الماضيه لانه بسبب الشتاء والطقس ما رح نعمل، اليوم رح تخلص صيفي وبعد ما بلشنا ولا في تنظيف ولا شيء. لقال لك شغلة، أول شيء ما بعرف إذا في موازنة لوزارة للوزارات ولا لا. هيدي محجوزين، سألنا عنا محجوزين. طيب. نصريتها. أنا آخر مرة حكيت مع وزارة الأشغال بهذا الموضوع، هيدي الطريق بالذات، قالوا لي إنه بدهم يحكوا مع وزارة الطاقة لأنه وزارة الطاقة هي اللي عملت الأشغال بوقتها، ومن بعد ما تزفت ما كانت الطريق مزبوطة. كان بده يصير في تنسيق بين وزارة الطاقة ووزارة الأشغال. هلأ من جديد ما عرفت شو صار، يعني هلأ بكرة بعد بكرة بحكي بعرف وأكيد بعطيكم جواب. أهلا وسهلا فيك. على كل حال يعني موضوع الطرقات، في كتير طرقات هلأ عليها كتير حفريات وأتربة وبعدها مش مزبطة، وكان في شيء كمان عليها أشغال وما حدا قال لهم للمتعهدين يلي كانوا شغلين أشغال كهرباء ولا مي ولا تليفون ولا أي شيء، لأنه اليوم المتعهد إذا مش عم يقبض المصاري ما عم يشتغل، ولما عم بيكون أخذ التزام عم يشتغل قد المصريات اللي عم يعطوهن إياه، يعني ما عم بيكمل المشروع وبعدين بحصل. هيدي المشكلة اللي عم بتصير حاليا، بقى إن شاء الله بتفرج على هالبلد وعلى هالناس. كمان بياخد اتصال. بانتظار الاتصالات أكيد على 04444444. بالنسبة للمي، نحن اليوم بأزمة مي، مع العلم أنه مش مفروض يكون في تقنين كتير لأنه كان في كتير عنا مي بالشتاء وتلج كمان، ولكن المشكلة أنه تخزين المي ما كان على، يعني بعد ما عنا استراتيجيات لتخزين المي، من هيك بعد في ناس ما بتوصل للمي إطلاقاً، ما بعرف ليه. مثلا رح اعطي اكثر شيء عم يحكوني من منطقه السهيله. بالسهيله في حي بكامله لهم اكثر من شهر ما عندهم مي، ما بيعرفوا ليه. نحن تواصلنا بالكول سنتر، بفتكر تواصلوا معهم لنشوف كيف بدنا نحل هالمشكله هيدي. وفي كثير ناس كمان تانيين ما بعرف ليه مقطوعه عندهم المي بشكل كثير، ما بتجي تنقول ساعه او ساعتين، لا مقطوعه مقطوعه. يلي عندهم هالاعطال هيدي مفروض يبلغوا، لانه بلكي في شيء خاص، بلكي في شيء كسر مش عارفين فيه، بالشيء كسر قسطر ولا شيء. من هيك لما المي ما بتجي ابدا على عده ايام او بتمتد، يعني في مشكله، مفروض انه نبلغ عنها على الاكيد. باخذ اتصال. الو. الو معك مدام بجان.
اي اهلين. انا اخذت من ناس تشكات طلعوا بلا رصيد. نعم. رحت على النيابه العامه، تقدمت بشكوى بهيدي التشكات البلا رصيد. المهم النيابه العامه حولت هيدي الشكوى على مخبر غزير. نعم. بمخبر بفصيلة غزير، هي ما في مخبر هوني، فصيلة غزير هونيك عم تعرقل كثير الشكوى. انا بعثت لهم انذار من التفتيش المركزي، بس مثل قلتها وما كذبوا علي، قالوا لي نحن محاولين لك الشكوى على النيابه العامه. طلعنا اليوم على النيابه العامه، ما لقينا في شيء، جانا دقينا على المخبر، قالوا لي هودي عم يسلموكي، نحن من هون مانا محولين شكوى. يعني شو بدي اقول لك؟ هيدي بتختصر الفساد اللي صاير بهذا البلد، وهيدا الفساد يلي بدنا نحاربه، عرفتي؟ هلا قضية التشيكات بدون رصيد، الله يساعد الناس بالفعل. يعني ما بعرف، في ناس عم تفشخ يمكن أكثر ما بتقدر، في ناس ما عم تتوفق، في ناس بتفكر إنه بالحيل بتقدر هيك تمرق على الناس، ما بعرف شو صاير، هيدا كله ما حدا بيرضى فيه، ليلي عم يعمل تشيك بدون رصيد يمكن مرتاح، وليلي كمان أخذ التشيك مرتاح، لأنه هيدا بالنتيجة حق لإله وضعك أنت مدام. هلأ بصير فيه تطنيش من هون، واسطة من هون، هيدا البلد ما عم نحكي شي سر، بس عقله لو كل الأمور بتنتظم بقانونيتها ما كنت لا أنت وصلتي ولا حدا وصل اللي عم نوصله نحن اليوم. من هيك الفساد من هون ببلش، ما حدا لازم يطنش عن حدا، وكل الأمور تكون واضحة وشفافة. ما بعرف إذا عقيمنا أنا وياكي، هلأ أنت عملتي يلي اللي عليكي، يعني فهمتي الموضوع. هلأ ما بعرف شو الخطوة التالية بعد لازم تعمليها، ما بعرف صراحة، لأنه كل الخطوات القانونية عملتيها، يعني على الدرك إذا بالفعل هن إذا عم بعرقله مش لازم عرقله، وإذا بالفعل مش بعتين يعني مش مبلغين، يعني بدك تنطري أكيد تبلغات القضائية. فاصل ومنتبع. منتابع بياخد اتصال جديد. ألو. ألو، يعطيك العافية. أهلين. أهلين. لك الله خليك، بدنا نتابع قصة النتائج الخفر الجمارك شو صار فيها. اي يلا منتابعها ونشوف شو صار فيها. أهلا وسهلا فيك. أهالي بلدات عتشيت، لقصيبة، عباب، ريقع بمحافظة النبطية ناشدوا اليوم مدير عام كهرباء لبنان كمال حايك للتدخل لإصلاح كابل التوتر المطمور بالمنطقة يلي بغذي كل هالبلدات، ويلي لحتى الساعة فشلت كل الاتصالات مع كهرباء النبطية لاستجابة طلب الأهالي وإصلاح هالعطل هيدا. يعني إن شاء الله كمان إنه تتصلح سريعا، لأنه الكابل المطمور بتتحدد وين وين العطل وغيره، بتاخد شوية وقت، والظاهر طويلة كانت القصة تناشدوا مدير عام الكهرباء. كمان بياخد اتصال. ألو، نقطع الاتصال. اليوم في مشكلة بالاتصالات، مش مشكلة، على كل حال نحن مستمرين حتى نتلقيها، وبالوقت ذاته كمان أنه على الفيسبوك دايما عم ناخد اتصالاتكم، بناخدها على البريد الإلكتروني، كلها منتبعها منعالجها ومنشوف كمان شو الأجوبة عليها. اليوم اللي بدي أقوله أنه حجة الموازنة، ما في موازنة، معرقلة كتير من الأمور بما فيه كل الأشغال يلي عم بتصير، وكتار لهلأ بعدهم عم يسألوا عن طريق بيت مسك، لي بعدها مقفلة، لي طولت، وقدي عم تعمل من العجقة، بالرغم من أنه ببعبدات أخذوا إجراء معين السنة الماضية، السنة عم ترجع تعجق كتير على هالطريق، لأنه كل الناس عم تطلع تصيف. من هيك لو فاتح بيت مسك كانت بتخفف كتير ضغط على بعبدات. بكل الحالات هي برجع بقول مشكلة المال، مشكلة إعطاء المتعهدين ما يلزم يعني حتى يقدروا يكملوا أشغالهم، وإلا الأمور عم تبقى مثل ما هي على الطرقات مثل ما هي. أنا كمان بدي ناشد بمنطقة بسكنتا الشاوية المشرع، كمان هيدي الطريق عم ينعمل لكان أشغال لمد صرف صحي قبل وزارة الطاقة والمياه.
حاليا مد الصرف وعم بيتم توسيع الطريق اكثر، ولكن لهلا الناس ما عم تقدر تمر على سياراتها لانه الطريق ما بتقطع عليها، كلها بعدها محفره، حتى مش محطوط طوفونون عليها، يعني حتى اذا نتفي شوية الرص بشويه تراب تقدر الناس تمر. عم يعملوا برمه طويله عريضه، وكلنا عارفين انه باربع شهر طالع البترك الراعي يدشن يدشن السلام، ضيعه السلام بقى من هيك. مطلوب اليوم قبل بكره يكون في طريق ليقدروا يوصلوا الناس. باخذ اتصال. الو 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 الو، تفضلي. بس عندي شكاوى اذا ممكن بدي احكيها. ايه تفضلي تفضلي تفضلي. نعم، مرحبا. مرحبا، اهلا، مساء الخير. اهلا فيكي، شو عندك حبيبتي؟ بس مدام ريبيكا اذا ممكن بدي احكيك، انا من بيسور. اوكي، عم بسمعك. من بيسور قضاء علي. نعم. نحن عندنا مشكله بالحال، عندنا المي ما عم تجي دائما، والمي في حال حبيبتي بنطلع في عنا نحن محل الخزانات الموجودين بالضيعة، بنطلع نتمشى، بتعرفي المخزنات عم تكون طايفة على الأرض. نحن رح ننتقل مباشرة مدام، وبعدين رح اتبع لك موضوع المي ببيسور. أهلا وسهلا فيك. نتابع الحلقة وبعتذر ان الست يلي اتصلت فينا من بيسور اكيد ما عادت على الخط، بس كنت حابة اعرف باي حي ببيسور مقطوعة المي والخزانات طايفة. لاجمالا لما بتكون الخزانات طايفة في كتير عالم كمان على خزاناتها بتطوف المي ما بيحطوا طابة، بتصور هالمي راح يهدر على الطرقات، وناس تانيين ما عندهم ولا نقطة مي. بقى ياريت على كل البلديات انها تطلب من كل المواطنين عندها لبل تلزمهم انه يلي مش حاطط طابه على الخزان تبعه يكون في غرامه، لانه حرام المي بتكون طايفه ورايحه طريق وما حدا عم يستفيد منها، بالوقت اللي ما بتقدر توصل ترجع عند الناس التانيين. هيدي مشكله كثير كبيره. بكل الحالات نحن رح نرجع نشوف مع بيسور اذا هي مشكله، يعني في مشكله ثانيه بالتوزيع. باخذ اتصال. الو اهلا. بونجور. كيفي؟ الحمد لله. عم بقول لك لي اكثر من شهر شهرين، وهي إلى القصه هاي اللي بدي اقول لك عنها اكثر من سنه. اي بالنسبه لمياه زحله. اي نزلت تلشيحه في ماي عم تنبع من الارض من الطريق اللي بتطلع على البلديه. نعم، يعني هاي طلعه اساسيه بتربط الترشيش يعني. نعم، نازل الماي وعم تنبع، ومعي فيديو ومعي صور. بعت لي اياهم. اوكي، بس بعد اذنك على اي رقم؟ بس يلا هلا دوريس، دوريس رح تحكيك، ونحن رح نحط على الشاشه هلا نية كيف تبعتهم. اوكي، على الفيسبوك رح نحط على الشاشه كمان اذا بعدك معي. بما انه عم نحكي عن زحله بدي اقول انه المنشيه ما فيها حمامات، وبنعرف انه زحله منطقه سياحيه بامتياز، وكلنا تابعنا قد ايه رئيس البلديه عامل من المهرجانات وعامل وقديش فيها من نشاط بالصيف وهيك، بس كمان في كتير زوار بيوصلوا وعم بيزوروا المنشية. فياريت كمان من ضمن النشاطات أو الأشغال يلي عم بتصير بيكون في حمامات عامة للناس، لأنه في مشكلة صايرة فوق، واختار طلبوا مني أطلب من رئيس البلدية هالشي هيدا. فبما أنه عم نحكي هلأ عن زحلة بقى حبيت مرق الموضوع. باخد اتصال كمان. ألو، صورة اليوم. حبينا دوريس وأنا بالبرنامج أنه صورة اليوم إذا ما كان عندنا شيء قضية معينة نضوي على ضيعة لبنانية من ضياعنا الحلوة، حتى نشجع السياحة الداخلية وحتى نعرف اللبنانيين على لبنان، هذا لبنان الحلو. فدوريس عملت لي مفاجأة وحطت لي بسكنتا. أنا بشرفني كتير وبتمنى الكل يزوروا بسكنتا وصنين وقناة بكيش والمنطقة كلها، كل الناس بحاجة تتواصل مع بعضها، كل الناس حاضرة خصوصا بالصيف حتى نتعرف أكثر على إنتاج الزراعي ببلادنا، على المناخ الحلو، الناس تعرف لبنان شو حلو، وننسى شوي همومنا وننسى شوي قضايانا وكل المواضيع يلي نحن وياكم عم نحاول إنه نطرحها عبر الـ MTV، وإن شاء الله دايما منلاقي لها حل.
على هالأمل بعطيكم موعد بكرة دايما عبر الام تي في الحل عنا. إلى اللقاء.